السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، دائما الجديد، عبر قناة عبد اللطيف القنوري. الان حنا كنتواجدوا في حي مقعد الراس اللي موجود في مدينة بركان. كما كتلاحظوا دائما خوتي البارطاج والاشتراك في القناة، ودائما الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الان حنا كنتواجدوا في مقعد الراس، حي اللي معروف في مدينة بركان، وعندنا هذا المنزل هذا راه للبيع، اللي فيه 200 متر مربع. كما كتلاحظوا ان شاء الله غادي تدخلوا نشوفوا هذا المنزل هذا اللي فيه 200 متر. الواجهه ديال المنزل هي هذه كما كتشوفوا، لتحت كاين كراجات كما كتلاحظوا، والفوق البروميان والدوزيان. بسم الله على بركه الله، غادي ندخلوا ان شاء الله نشوفوا هذا المنزل. كما كتلاحظوا الدخله ديال المنزل هي هذه كما كتلاحظوا، الباب الرئيسيه هي هذه. بسم الله، عندنا هنايا الدروج باش تطلع الطابق الاول والثاني، وعندنا هنايا الكراجات. عندنا هنا جوج ديال الكراجات اللي كبار واسعين، فيها 200 متر مربع كما كتشوفوا. عندنا هنايا طواليت اللي دوش، وعندنا هنايا بيت، البيت كبير تقدر ديرو صالون ولا شي جلسه هكذا كما كتلاحظوا. تبنات في 1992. هنا عندنا كوزينه كبيره، الباكارات ديالها بكل شيء كما كتلاحظوا. حي مقعد الراس اللي معروف في مدينه بركان، حي زوين. هنا عندنا الضوايا كبيرة اللي فيها 10 متر على 4 متر كما كتلاحظوا. هنا عندنا عود السراجم على حساب التهوية، السراجم كاملين منا والجهة اللي ملهي. هانتوما تشوفوا يعني بالنسبة للمنزل تبارك الله راه كبير، فيه دوزيام بروميان والدوزيام، وفيه لتحت كراجات. الحمام ها هو، عندنا هنا لابابو، وعندنا هنا الدوش. نطلعوا ان شاء الله الفوق البروميير باش نشوفوا. بالنسبه للمنزل كما كتلاحظوا راه تبنى في 92، وكاين شي اصلاحات، يعني اللي الانسان اللي غادي يشريه يقدر يزيد فيه شي اصلاحات ويغير، هذاك شيء عادي. تبقى الدروج كما كتلاحظوا زليج. هنا عندنا السراجم ديال التهويه، قرياج راهم كاينين حتى للفوق. هنا عندنا الطابق الاول كما كتلاحظوا. بسم الله، هنا عندنا كولوار وسط الدار اللي واسع. هنا عندنا جوج ديال الصالونات كما كتلاحظوا، عندهم السرجم ديالهم، شوفوا الفصاد. هنا عندنا صالون اخر، سراجم الومنيوم. هنا عندنا واحد بالكو، هنا عندنا لابابو. بصراحه منزل زوين، ها انتم تشوفوا يعني بصراحه راه كاين شي روتوشات تقدر تزيدهم نظرا للمنزل قديم شويه.
نشوفوا هذا البيت فيها ثلاثه البيوت ياك، ثلاثه البيوت وكوزينه. انتم تلاحظوا بالنسبه للبيوت كبار تبارك الله. شوف بالنسبه للقبس الفينيسيو بيت كبير عنده السرجم ديالو كما كتلاحظوا. نشوفوا البيت الزوج هنا، عندنا بيت ديال فيه البلاكار، البلاكار اللي السرجم ديالو اللي شوف الضوايا. البيوت تبارك الله كبار، لحقاش المنزل فيه 200 متر. هنا عندنا واحد البيت اخر، ها انتم تشوفوه. هنا عندنا الكوزينه، الكوزينه كما كتلاحظوا حتى هي كبيره، البلاكارات الفوق والتحت، عندها السرجم يشوف الضوايا. ونشوفوا الحمام، تا هو الحمام كبير، هذه ضوايا فيها واحد لابابو كما كتشوفوا فيها الشوفو. هنايا كاين الحمام، نمشيو نشوفو الطابق الثاني. هانتوما تلاحظوا بالنسبة للدروج واسعين وكرياجات حتى للفوق. عندنا هنايا التهوية، 4 ديال السراجم كما كتلاحظوا. هانتوما تشوفوا يعني بصراحة منزل زوين، وحتى الحي تبارك الله حي زوين المعروف مدينة بركان بسم الله. هذا الطابق الثاني كما كتلاحظوا الباب ديال الخشب، وتقريبا راه بحال تحت. هانتوما تشوفوا وسط الدار واسع. هنا عندنا جوج ديال الصالة بحال تحت. عندنا هنايا بالكو تقريبا بحال الطابق الثاني، الشباك تاع السيكيريتي. عندنا هنايا لابابو يعني تقريبا بحال الدوزيام، غير واش هو مافيهش الكوزينه. بلاصه الكوزينه كاين البيت، يعني 4 ديال البيوت. هنا عندنا بيت، بيت بالبلاكار ديالو وسط الدار اللي واسع تبارك الله. شوف ما شاء الله. هنا عندنا بيت وهذا بيت وهذا بيت، ثلاثة البيوت منا، واحد البيت ها هو هنايا، هي 4. هانتوما تشوفوا الباب ديال الخشب، السرجم يعطي الضوء تبارك الله. عندنا بلاكار هنايا من القنت للقنت، تقريبا داير بحال بحال بروميان، بروميان بحال الدوزيام، غير واش هو فيه بيت زايد. ها انتم تشوفوا
شوفوا الحمام واسع، نمشيو نشوفوا السطح. كما كتلاحظوا راه السطح تبارك الله راه واسع 200 متر. شوف بالنسبه اللي بغى هذا المنزل اتصل بالرقم اللي غادي تلقاه هنايا في الشاشه، الرقم ديالي. مرحبا، اي معلومه مرحبا. السطح هو هذا اللي واسع اللي فيه 200 متر بصراحة ما شاء الله. شوف هنا السطح واسع، هنا عندنا الضوايا، هذه الضوايا وهذيك اللي راه شفتوها قبيله ضوايا، مخليين 10 متر على 4 متر كامله ضوايا ما شاء الله. شوف نشوفوا هنا شنو كاين. هنا كاين واحد البيت وقيله على حسب الربوج وداك الشيء، ها انتم تشوفوا على حسب الحويجات اللي ما كيتستعملوش دائما. انتم تلاحظوا اذا اخوتي حاولوا تبارطاجوا معكم هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، باش اللي راه مهتم يتصل بينا باش ان شاء الله هنا نزيدوا له المعلومات اللي راه باغي. الناس اللي ما كتعرفش هذا الحي راه حي زوين، ساكنين فيه غير الناس القدماء ديال مدينه بركان، ودائما الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. والبارتاج والاشتراك والدعم للقناة، ومرحبا وتحياتي لكم ونهاركم مبروك. بصراحة ما عندك ما تعيب في المنزل، وخا قديم شوية ما شاء الله، يعني مبني على الصح ومبني يعني السكنة ماشي البيع والشراء، ولا راه مبني كانوا ساكنين فيه 92 تاع دركي. ايوا هادشي اللي كاين راهم بغاو يبيعوه مواليه. غادي نحط لكم ان شاء الله الثمن، وتحياتي للاخوان وتحياتي. يلا واخا كاين فيه شويه ديال الروتوشات ولكن يستاهل الانسان يدخل يبدل القبص يبدل الزليج يبدل كذا مزيان، الانسان يدير داك الشيء على حسب الذوق ديالو. هادشي اللي كاين.